لكن خلينا نتوقف هنا عند يعني أهم شخصية في مصر الآن، أهم اسم تم تداوله في الفترة الأخيرة وأصبح ربما هو يعني اسم يحفظه كل منزل وكل بيت في مصر، الحاجة نوال. الحاجة نوال والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، اللي جنسيتها بقت محل أسئلة كبيرة جدا، وربما تذهب حازم صلاح أبو إسماعيل خارج السباق الرئاسي أو ربما تعيده إلى السباق الرئاسي فارسا مغوارا زي ما بيقولوا أنصاره. شفت أحد الشيوخ كان بيتكلم على الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بيتكلم عنه باعتباره صلاح الدين الأيوبي، فأنا قلت الحقيقة يعني صعب شوية لأنه صلاح الدين الأيوبي كان فارس، يعني لو الشيخ حازم صلاح الدين الايوبي طب هيركب الفرس ازاي؟ ده مشكله كبيره جدا، وهيجري بالفرس ازاي ويحارب ويعني حتى وزنه يعني ما ينفعش صلاح الدين الايوبي خالص، ممكن يبقى اي حاجه ثانيه، انما حكايه صلاح الدين الايوبي دي وسع شويه. خلينا نشوف جمهور حازم صلاح ابو اسماعيل وهو في حد ذاته يدرس من حيث المشاعر والافكار والولاء والعاطفه والحب الجارف للشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والايمان المطلق به وتصديقه الى حد يعني لا يمكن. ولي بنتكلم عن ولي من اولياء الله الصالحين، بنتكلم على قطب من الاقطاب، لا يمكن يكون حد بيتكلم على مرشح رئاسي بالعواطف والمشاعر وبالايمان وبالتصديق ده. خلينا نشوف مظاهراتهم ونتوقف عند برضو الحاله المصريه الخالصه اللي بنشوفها في انتخابات الرئاسه. عايز يعني ألفت النظر إلى شيء أو ألفت النظر إلى شيء مهم. جمهور الشيخ حازم جمهور إسلامي، جمهور سلفي، جمهور متدين، والدين بيقول لنا إن إحنا نبقى يعني ناخد بالنا شوية من المرور، يعني في الأذى في الطريق ده صعب، أمال إماطة الأذى عن الطريق. إيه علاقة الحب الشديد لحازم صاحب إسماعيل بإن أنا أقطع الطريق وإن أنا أعطل المواصلات وان انا يأذي الناس وان انا يعني اجعل من اليوم اللي يمشي فيه واحد بعربيته او بالميكروباص او رايح مشوار بس مؤيدي وجمهور حازم صلاح اسماعيل واقفين قصاد المحكمه او قصاد جامع عسل الانفراد وطالعين في مظاهره يوم اسود ومطين بطين بالنسبه للمواطن العادي؟ ليه تخلوا مشاعر الناس تجاه مؤيدي حازم صلاح اسماعيل او الشيخ نفسه مليانه سلبيه من النوع؟ احنا كنا طول الوقت ننتقد ونتهكم ونرفض وندين مواكب الرئيس السابق وانه الوزراء وبيعطلوا المرور وقصه الست الحامل اللي عمرها ما ولدت دي اللي صورتها نجيب سيرتها يعني، واحنا بنحتج على المواكب يقول وممكن تفرض ست حامل عمرها ما ولدت، الناس بتوع اللي بيقفوا في اشارات الرئيس والوزراء في الفتره السابقه. اذا بينا بنكرر نفس الحكايه اللي هي حالة تعطيل المرور وتعطيل المواصلات وقطع الطريق علشان خاطر زعيمنا وبطلنا وعظمنا، فهذا أمر إذا قبلته وتعاملت معاه بروح ودودة ويعني ومتفهمة مع مرشحين كتير، أنا لا يمكن أن أتصور أنه يصدر عن مرشحيه
عن جمهور لمرشح متدين أو يقول أن الدين هو شعاره هو سبيله ومسلكه ومنهجه في التعامل مع السياسة. النقطة الثانية اللي عايز أتوقف عندها فيما يخص الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وجمهوره، وانت شايفين دلوقتي المظاهرة يقول لك ايه الشيخ حازم سيد الناس، ما برضه ما فيش في الإسلام حكاية سيد الناس دي. ايه سيد الناس دي؟ يعني ده شعار تحس انه يعني بيتكلموا عن الاتحاد سيد البلد، مش بيتكلموا عن مرشح رئاسي مفترض برضو انه بيتكلم على الدين كمسلك وكمنهج وكروح ويعني كقدوة في كل التصرفات والسلوكيات اللي بي يعني بيظهرها هذا المرشح وجمهوره. مفيش حاجة اسمها سيد الناس، خصوصا نفس التعبير ده. ربما ارجع لكم تاني الى مظاهرة مؤيدة للسيد عمر سليمان في نفس الحكاية، عمر سليمان سيد الناس بقى. سيد الناس برضو يا جماعة انا ارجوكم، احنا عملنا ثورة عشان ما فيش حد يبقى سيدنا. ده شيء غريب جدا، يعني الثورة دي معمولة عشان ما نشوفش حد تاني سيدنا. فاذا بينا الناس يعني تتباهى بانه فلان سيد الناس، انا مش مهتم قوي بحكاية انه والدة الشيخ حازم امريكية ولا لا، بس انا مهتم جدا انه اخته امريكية وان اخوه كندي. يعني الموضوع هيعدي بس لو امه مش امريكية، بينما يعني ننسى ونتغافل فكرة انه يبقى رئيسنا اخته امريكية وجوز اخته امريكي واولاد اخته اللي هو خالهم اللي هم مقام الوالد الخال والد انتوا عارفين يعني امريكان، ولاحظوا انه معناهم ان هم مجندين في الجيش الامريكي، وانا رئيس مصر مثلا وولاد اختي امريكان بيخدموا في الجيش الامريكي او جنود في الجيش الامريكي، او انه يبقى اخويا كندي وولاد اختي وولاد اخويا اللي انا عمهم كنديين. احنا اذا بنتكلم فعلا على موقف غريب ومدهش ما حصلناش قبل كده، يبقى عندنا رئيس خال وعم الامريكان والكنديين. مره اخرى هتكلم على قصه الحاجه نوال، لكن عند النظر بقوه وبتامل ويعني بقراءه ضمير كده، مش ده التعديلات الدستوريه اللي حصلت في الاستفتاء بتاع مارس 2011 واللي قلت لنا اللي يقول عليها نعم يبقى عايز الجنه وبتاع ربنا واختار الاسلام، واللي يقول لا هو الكافر الملحد العلماني من ستيف 70؟ مش دي المواد اللي انتوا متعصبين قوي ورافضينها وكارهينها وتتظاهروا ضدها وشايفينها مؤامره؟ هي نفسها اللي انتوا قلتوا عليها نعم بكل اخلاص وحماس وتكفير للي قال لا؟ مش ده اللي انتوا وافقتوا عليه واعتبرتوه بطاقه للدخول الى الجنه، وان ده الحفاظ على شرع الله والاسلام والماده الثانيه؟ مش هو ده بنفسه اللي انتوا عملتوه وخليتوه هذا الشعار الكبير ان الاستفتاء هو استفتاء على الشريعه الاسلاميه واستفتاء على اللي بيحب ربنا؟ دلوقتي بقى الاستفتاء وتعديلاته ممجوج ومرفوض ومنبوذ ومحل هجوم واهله. ما ترسوا على بره عشان تاخدوا بالكم ان انتوا بتاخدوا قرارات بناء على المصلحه، بناء على الموقف اللي فيه مصلحتكم حالا بالا، انما مش مصلحه أمة ولا وطن ولا مصلحة غيركم. هنا المفارقة وهنا اللحظة اللي لازم نخرج فيها إلى فاصل سريع، ثم نعود للحديث عن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وعن والدة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وعن أخت الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وعن أخو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل وعن جمهور الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل بعد الفصل. اهلا بكم. ما زلنا مع السادة المرشحين ولا زلت اتوقف عند هذه الظاهرة الكبيرة والضخمة والهائلة اللي اسمها ظاهرة شيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. الحقيقة هي المسألة ظاهرة تامة ومطلقة وكاملة، اتكلم على داعية يعني لم يشهد الناس منه سوى انه شيخا داعية، راجل داعية وواعظ ويعني ومحاضر تلفزيوني، وهذا الحب العميق الهائل اللي عند قطاعات واسعة جدا من المصريين اللي ربما حتى بتتجاوز فكرة الطبقات أو الثقافات. هتلاقي ناس
حامل الدكتوراه، وهتلاقي ناس حامل في التاسع يعني بيحبوا الشيخ حازم، هتلاقي ناس شباب صغير في السن 20 25 وناس كبار في السن عواجيز، هتلاقي ناس في حي الزمالك وجاردن سيتي، وهتلاقي ناس في دار السلام وحكرة بدومة، هتلاقي ناس صعيدة في يعني قاع الصعيد، وهتلاقي ناس من الأنفوشي ومن يعني راس التين. إذن احنا بنتكلم على امتداد واسع جدا لرجل كل علاقته بجمهوره كان او بجماهيره يعني الواسعة كان برنامج تلفزيوني وكان محطة فضائية. احنا ما كناش كنخبة وكرأي عام صحفي وغيره ما كانش مهتم قوي بالقنوات دي، فحصل نفس الحكاية، كان في أجهزة أمنية وأحزاب سياسية وتيار ديني ومش واخدين بالهم من حكاية الفيسبوك ده. الفيسبوك ده عالم بعيد عنه ومش مشغول بيه ومش معني بيه قوي ومش درسه ومش عارف ناس ولا جمهوره. فإذا الفيسبوك ده جمع ناس وشباب عملوا مظاهرات عملوا ثورة، نفس المشهد احنا ناس كتير مش واخدين بالهم من القنوات الفضائية والدينية، كانوا شايفين القنوات يعني الدينية اللي ما حدش بيشوفها او محدودة او ما لهاش تأثير او ما لهاش جمهور او ما حدش فكر يعمل بالريموت كده فيتفرج فيها ايه، او الناس بتتضايق من الكلام اللي بيتكتب كتير كده اللي هو بتاع ازالة الشعر وزرع الشعر، الحاجات اللي بتعدي على الشاشة بتاعت القنوات دي والعلاج البواسير، علاج البواسير تلاقي تقرا كده تلاقي 15 علاج بواسير ورا بعض البواسير. فالناس كانت بتتعالى وبتترفع على مثل هذه القنوات او بتتصور انها بجمهور محدود. فاذا بالقنوات دي مؤثرة جدا، جماهيرية جدا، قادرة على الوصول لقطاعات هائلة من المصريين، بل لعلها هي قنوات 75% من المصريين اللي انتخبوا في الانتخابات البرلمانية التيار الاسلامي، بينما الفيسبوك هو بتاع 25% اللي انتخبوا في التيار المدني. يعني كأن البلد اتقسمت كده. والحقيقة لما نشوف برضو يوم الجمعة اللي فات مظاهرات في نادي التحرير ومظاهرات في العباسية، كانت عبارة عن مظاهرات دعت إليها قناة دينية أو محطة دينية فضائية، ومظاهرات دعا إليها محطة يعني من المحطات اللي بتؤيد المجلس العسكري أو بتدعو للسيد عمر سليمان يعني، والاثنين في المشهدين وكأنه إحنا كنخبة ورأي عام أو ككتاب وصحفيين أو كصحافة تقليدية أو قنوات فضائية يعني عامة خارج مشهد التأثير ربما، وشوف الدايرتين كده يعني. وعشان كده كتير قوي بتسمع من جمهور الشيخ حازم صلاح اسماعيل الصحافة فين الرئيس اهو، يعني سيبك من ان دلالة الشعار ده لما كان بيتقال في الاستاد حاجة تانية خالص، يعني كان بيشار للصحافة على حاجة تانية تماما، لكن ماشي يعني خلينا نقول الرئيس اهو. فالصحافة فين الرئيس اهو معناه انه الجمهور ده رأيه ان الصحافة تقليدية او الاعلام اللي هو زينا يعني كده مش مهتم بالشيخ حازم او مش معترف او واقف ضده، ومن ثم هما بينبهونا الصحافة فين ادي الرئيس اهو، الرئيس القادم الرئيس الجاي. وارجع تاني واقول انه المشهد كان بسرعة جدا قطاع من الرأي العام اللي بيعتبر نفسه المستنير او المدني او المثقفين فورا تصوروا وصلوا اليقين انه الشيخ حازم صلاح اسماعيل يكذب، وانه الراجل اللي بيقوله ده يعني كلام مش دقيق ومش حقيقي وتحايل والتفاف، وخلاص قاموا معاها الجنسيه الامريكيه الموضوع خلص. وبدا الناس تكلموا الراي العام المثقف النخباوي المدني اليساري الليبرالي الاخواني. ها خدوا بالكم انه خيرت الشاطر لما سئل عن موضوع حازم قال لك احنا عايزين ننفذ القانون، احنا لازم نحترم القانون، هنا نحترم القانون وهناك نألف قانون، مش مهم، المهم هو لانه عارف طبعا انه الشيخ حازم دخوله للانتخابات مؤثر جدا على حظوظ خيرت الشاطر وعلى اي مرشح اسلامي اخر. ده تصوري يعني. المهم انه الشيخ حازم هو كان بيصر على انه دي مؤامره وده التفاف، وانه امه او السيده والدته حصلت على وثيقة مش جنسية أمريكية. جمهور حازم صلاح إسماعيل مصدقه بشكل
لم يخالجه الشك، وطول الوقت كان في حالة من الإيمان اللي بيتصاعد إلى درجة إنه فيها دم، فيها دم، ويقولوا للمشير إعدام يا مشير لو فيها تزوير. وفي المسجد أسد الفرات حيث أجرى مؤتمر الصحفي أو مؤتمر السياسي الشيخ حازم مخالفا كل قواعد الشريعة والدين، فكرة إن أنا أعمل مؤتمر سياسي ودعاية انتخابية، وقعدوا ميكروفونات ودنيا وناس داخلة وخارجة في جامع بتاع ربنا وبتاع دعوة وبتاع حلقة علم، في ان انا استخدمه بهذا الشكل واعمله منبر سياسي ومؤتمر صحفي واتكلم فيه على قضيتي وشأني الخاص وكده، دي مسألة ما اعرفش هو هيطلع لها فتوى ايه، وهو قادر طبعا يطلع لها فتوى يعني او غيره او من انصاره. لكن الحقيقة لو فتحنا ان كل جامع اطلع اعمل فيه مؤتمر صحفي المرشح ونتكلم فيه بقى عن شؤون السياسة وما بقاش جامع عموما، هو الجمهور اللي كان بيطلع في الجامع ده يقول لك نبايعك على الدم. الناس يعني كمان خدوا بالكم انه التيار السلفي مش بتاع عنف ومش بتاع جهاد، التيار السلفي ده مش جهادي، مش ايمن الظاهري واسامه بن لادن، ومع ذلك مستعد انه يذهب الى العنف. وبيقول الشيخ حازم رد مزلزل وحاجات كده، يعني اذا كان في كمان غضب واصل الى درجه التهديد بالعنف يخلينا نفكر هو ممكن يمارسوه فعلا ولا لا. احنا فاكرين الموضوع هتافات وصيحات ويعني وإيمان شديد بمرشحهم، لكن توصل المسألة للتهديد والتلويح بالعنف واستخدام إراقة الدماء والكلام عن الرد المزلزل، كلام برضو غير مطمئن ويخليك تقلق. لأنه احنا مشهد أنه نعتبر أن التيار الإسلامي تيار خارج حدود العنف وراجل بيلجأ إلى صناديق الانتخابات، لكن لو صناديق الانتخابات ما طلعتش بالنتيجة اللي هي عايزاها التيار ده فبيهددنا. طيب احنا ما بنتهدد، الحقيقه واضح ان المجتمع المصري كله بيتهدد، ومع ذلك زي ما بقول لكم جمهور حازم صلاح اسماعيل كان مصدقه. النهارده في مجلس الدوله لما بيقول في مرافعته الشيخ حازم اعتبر محامي بطبيعه الحال، الانتخابات دي على فكره ممكن تنتهي بنتائجها بحاجات غرائبيه، يعني يبقى عندنا لاول مره مثلا مرشحين او رئيس جمهوريه زوجته منقبه فما نعرفهاش او ما بتظهرش الناس، او انه يبقى عندنا مرشح اسمه الشيخ، يعني برضو مسألة حاجة جديدة هتحصل لنا في الانتخابات اللي جاية دي، وليس كل جديد بطبيعة الحال خير، يعني مش عايز اقول بدعة طبعا لان يعني البدعة ضلالة الى النار، لكن يعني احنا قصاد واقع بيتشكل للشعب المصري هيصوت في الصندوق لصالح مستقبله ولا صالح ماضيه، لصالح انه يتقدم بوطنه ولا لاي مصلحه بالظبط. لانه حقيقه الامر الانتخابات دي ممكن تطلعنا نقفز للامام او ربما ندفن الى الارض بتاع. ده مش معناه انك لو انتخبت حزب صوت اسماعيل هندفن في الارض، ده كلام تاني. انا اقصد انه الخيارات طول الوقت خيارات لتحديد مصير هذه الامه وهذا البلد. ابو اسماعيل بيقول النهارده فوجئت ببعض الامور المريبه، انا بس عايز اتوقف عن الحكايه دي، منها سرعه رد الولايات المتحده الامريكيه على الخارجيه المصريه في 4 ايام فقط. مش عارف هو الشيخ صاحب اسماعيل فعلا بجد بجد مصدق ان 4 ايام فقط دي سرعه شديده جدا؟ يعني شايف انه 4 ايام فقط ده مسألة، لو هو كان بيشكي من البطء وان ما فيش حد يتكلم، لكن عموما 4 ايام يا جماعه الشيخ حازم ده في امريكا الراجل هو عامل كده على الايباد بتاعه وداخل مش عارف كده، يطلع الموقع يطلع ده يكتب اسم الحاجه نوال عبد العزيز، يطلع صوره الحاجه وكل حاجه عنه، فيقوم باعتها فورورد يعني للحكومه المصريه. فالموضوع ما لا 4 ايام، 4 ايام السرعه، 4 ايام ده تاخروا جدا جدا جدا، ده كان ممكن يرد بكره الصبح. الموضوع مش الراجل بتاع الارشيف اللي حاطط ايديه كده ومجمع المصالح معلش اسمه موظف فجاش النهارده هيجي بكره، اصله عارضه، اصل مش عارف ايه، مراته بتولد، اصل يعني عمه مات وراح يعزيه في البلد، طب والورق لا اصل هو قافل على البتاع بالمفاتيح. لا الشغل المصري ده اكيد مش موجود في امريكا. كمان اللقطه المهمه هنا انه بيتكلم بيقول انه الاوراق المقدمه للولايات المتحده الامريكيه ليست محررات رسميه ولا يمكن الاعتداد بها، مش عارف ده الكلام ده قانوني ولا لا، لان من قام بكتابتها موظف اجنبي وليس مصريا. مش عارف يعني هل احنا ننتدب موظف مصري يروح يشتغل في وزاره الخارجيه الامريكيه ويعمل في وزاره الخارجيه الامريكيه علشان
يبعت لنا ورقة من هناك فنصدقه باعتباره مصري قاعد في أمريكا؟ يعني حاجة غريبة. وبعدين الجنسية الأمريكية ممكن تكون مهمة مين؟ يعني وزارة الخارجية الأمريكية تفتكر ملهاش علاقة بالجنسية الأمريكية؟ أمال مين اللي مهتم؟ مين اللي يقول لنا إن ده عنده، إنه ده الجنسية الأمريكية؟ مين؟ وزارة مين؟ يعني المهم المفاجأة الكبيرة اللي بقول لكم، اللي ساعتها بقى صاح يعني جمهور حازم صاحب إسماعيل وجلجل القاعة بالهتاف والتكبير، انه محامي هيئه قضايا الدوله الحاضره على الحكومه المصريه قال انه وزير الداخليه والخارجيه لم يصدر اي قرارات تفيد بان والده الشيخ حازم صلاح اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه تحمل الجنسيه الامريكيه. لا، وان وزاره الداخليه اختارت فقط اللجنه العليا للانتخابات الرئاسيه بان والده الشيخ حازم دخلت وخرجت من البلاد عده مرات بوثيقة سفر أمريكية فقط وليس بجواز سفر أمريكي. إيه ده؟ غريبة شوية. طبعا هتقولوا غريبة شوية إزاي؟ أقول لك إيه اللي يخلي الحاجة نوالي والدة الشيخ حازم تدخل وتخرج بوثيقة سفر أمريكية؟ هو فين الجواز السفر المصري؟ ليه ما طلعتش جواز السفر المصري بتاعها؟ ليه ما بتدخلش مصر كمصرية؟ ليه بتخش؟ وطبعا الشيخ حازم ما نفاش معلومة انها دخلت بوثيقة سفر امريكية، هو بس بيقول لنا ان ده مش معناه انها امريكية، انما هي دخلت بوثيقة سفر امريكية. ماشي، انا هسيب بقى حكاية امريكية دي خالص، انا هتوقف بس عند ليه ما قالناش حاجة على فكرة ولا قال لجمهوره. انا طبعا مش هتكلم حكاية ليه هم في امريكا وليه العيلة في امريكا وامريكا طلعت كويسة اهي، يعني مش فاهم زعلانين من امريكا ليه. انا لو انا شايف ان امريكا دي بلد الصليبيين وبلد اللي بتعادي الاسلام والبلد اللي بتعمل عليها مؤامرات، سايب اختي تعيش فيها ليه؟ سايب امي تعيش فيها ليه؟ سايب اخويا يعيش فيها ليه؟ مامن على اولاد اخواتي هناك ازاي؟ فهتقول لك اه لا ده هم هناك بيدعوا للاسلام. قال لا، طب ما طلعت امريكا كويسه وسايبه الناس تدعو للاسلام. طلعت امريكا مش وحش. طول ما يطلع الشيخ حازم يقول لنا انه والدته الله يرحمها ويحسن اليها ويعني ويجعل مثواها الجنه باذن الله، جعلت 15 امريكي يسلموا على ايديها. طب كويس اهو، ده طلع امريكا بلد ما بتحاربش الاسلام بدليل ان حاجه نوال بس اسلم على ايديها 15 واحد يعني امريكيه. فلا، ما هو حاجه من اتنين، يا اما امريكا دي بنت 60 في 70 وعدوه وكارهه لينا وبتعمل لنا مؤامرات وبتطاردنا ومش عايزه الاسلام ينمو ويعيش وبتحاربنا، وبنسمع ما يصحش نربي عندها عيالنا واولادنا وابناء اختي وابناء اخويا، ولا سيب فيها اختي ولا سيب فيها امي ولا سيب فيها اخويا، او على الاقل انصحهم كثيرا، على الاقل ما سافرش انا الشيخ حازم واقعد كذا سنه برضه في امريكا لو امريكا كده، او ان امريكا بترحب بالدعوه الاسلاميه اهو وسايبه الناس بجوامع هناك طول الوقت، يقول لك امام مسجد بروكلين امام. قال لا، طب ما هي سايبه مساجد هناك اهي ودعاه وشيوخ وزوجة شيخ كبير زي الشيخ صلاح، والدة الشيخ حازم بتدعو للاسلام هناك اهي وتدخل يعني مسيحيين ويهود الى الاسلام، والدعوه الاسلاميه حاضره ناضره في امريكا، وامريكا هي بلد الحريه وسايبه الاسلام وسماحه الاسلام وعظمه الاسلام بتتبدى في الولايات المتحده الامريكيه، وبيعيش فيها اختي بامان بقى لها 23 سنه، وجوزها طبيب ناجح وعايش ورغم انه مسلم وبيدعو للاسلام وبيروح الجامع وبيدعو المسلمين وبيدعو كمان جيرانه الامريكان المسيحيين الى دخول الاسلام. يعني بنعمل دعوه وتبشير اهو في بلاد الفرنجه، وربنا بيكرمنا وبيخش اهو الاسلام وبناخد حسنات كما نتصور. يبقى امريكا كويسه الحقيقه، وكمان بتدي جرين كارد، وكمان كنا عايزين نعمل العمليه فناخد منهم 90,000 دولار التامين عشان مش عارف ايه، فنقدم وثيقه عشان نعالج والدتي على حساب الحكومه الامريكيه. يعني اوباما اللي الجمهور بتاع الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل قاعد يقول يا اتفرج يا اوباما، اوباما ده يا عم كان هيدفع 90,000 دولار للحاجه نوال عشان يعالجها. يعني الامور تبقى اكثر وضوحا من كده شويه، يقولوا لنا ايه موقفنا من امريكا، موضوع جنسيه ايه الامريكيه، احنا بنتكلم جنسيه ايه الامريكيه، احنا انا اساسا ضد الماده دي في اللي هم وافقوا عليه السلفيين، نكلوا باللي خلفونا في الموضوع ده.
انه اللي هيقول لا للاستفتاء هنحط السيخ المحمي في صرصور ودن امه. ها طيب، وفي الاخر طلع ايه؟ طلعت المشكله في امه. خلينا نشوف التقرير من القضاء الاداري. ساب المرور اهو، لو شفت قانون التقرير في لحظه ساب العربيات تعدي، وفي لحظه يقطعوا الطريق. وفي يوم الجمعه اللي يعني قبل الماضي حصل قفل للطريق. يعني عموما مره اخرى بقول انه فكره الانتصار الى مرشح والحماس له والتظاهر من اجله لا تعني اولا كراهيه المنافسين، ولا تعني بطبيعه الحال ان احنا نعطل المرور او عامل زي بالظبط المصريين. حاله بقول لكم حاله مصريه، الانتخابات دي طلعتنا مصريين بطريقه زياده عن اللزوم. انتوا عارفين لما بيحصل زفه على الكوبري وتلاقي زفه فرحه عريس وعروسه يعني وفرحانين قوي يا عيني ومبسوطين، وبقول يا عيني ها، فتلاقيهم ماشيين بالعربيات بقى والموتوسيكلات قاعدين كل مهمتهم يعطلوا العربيات اللي مش تبع الزفه عن المرور والمشي، كانه احتفاله بعروسته وحبيبته اللي هتبقى معاه يعني على سرير الزوجيه فراش الزوجيه بعد شويه، انه يطلع عنا احنا المواطنين العاديين الغلابه. يا عم انت متجوزها هي مش متجوزنا احنا، يعني يا سلام ورينا شطارتك معاها مش معانا، مش العربيات رايحه جايه تطلع يعني، وتيجي تعدي بقى اليمين الموتوسيكلات جايه موافقه ايه ويعدوا يا ابني في ايه؟ يعني ايه ليه انت تفرح على اساس ان احنا نطلع عنا؟ يعني ليه الزفة وليه روح الزفة تبقى الغرض منها والاساس منها انك تطلع عين الناس اللي ماشية بالعربيات بقى ميكروباص اتوبيس عربية ملاكي معدية وبتاع، انت واقف محجز وقاعد تعمل العربيات تعمل كده وتعمل كده وتعمل كده، وطالعين من الشبابيك العربية المفتوحة وقاعدين بقى يخبطوا عليك عشان تفرح معاه يعني. طب هو هيتجوزها انا مالي يعني. فهو نفس الحكاية برضه في حكاية الفرح والزفة، وخصوصا ان احنا عملنا هنشوف النهاردة وبكرة وبعد حكاية الزفات اللي حصلت. طب فاكرين الحرافيش عاشور الناجي اسم الله عليه اسم الله عليه، هو ده نفسه بالظبط اللي عملناه واحنا بنصحب المرشحين الى تقديم اوراقهم في مشهد مصري قح ما حصلش في اي حتة في الدنيا. انا قلت لكم يا جماعة الانتخابات دي اول مرة تحصل صحيح عندنا، بس حصلت قبل كده. ما جبناش الكتالوج ليه؟ ما جبناش الكتالوج بتاع برة بتاع الانتخابات وفهمنا بيحصل فيها وعملناه ليه؟ لازم نبدع كده، ليه لازم نفتي فيها ونعمل فيها مصر، ليه لازم نطلع السلك بره ومش عارف تعمل ايه في الايه وتطلع حاجة مصرية، ليه لازم نركب فوانيس البيجو في العربية الرمسيس، يعني ليه لازم نعمل الشكمان بتاع المرسيدس لعربية فيت؟ يعني الحالة المصرية دي عملناها في انتخابات رئاسة بوضوح.